بين فتنة الصورة وفتنة المصور جنح خيال لحم بهميمة في محراب العدسة، فكان مؤرخ اللحظة خلدها لأجيال وأجيال. في آلاف الألبومات التي عندما تتصفحها فإنك تعيش الحياة التونسية طيلة نصف قرن. لحم بهميمة أحب وهام بالصورة حتى كادت آلة التصوير لا تفارق جيده خشية ضياع اللحظة المناسبة لاقتناصها. أفنى العمر بين الملاعب وساحات الثقافة، لا يخطئ المناسبات والمهرجانات، سينما وغناء وتمثيل ورسم ومسرح وسياسة، كلها تشهد على صاحب الابتسامة الدائمة والعين الشغوف التي لا تغفو عن التقاط اللحظة الشاردة، فيسرع إلى الضغط على الزر ويبرق وميض المصورة. لحم بهميمة قناص الحدث، كان وفياً لعشقه الأبدي منذ هام بفن التصوير صغيراً، حتى أصبح اسمه عند الجميع منصهراً مع الآلة الفوتوغرافية منذ عهد الأبيض والأسود والتحميض والفيلم إلى العهد الرقمي. وهل من فخر أجل من تخليد الأحداث التونسية بحلوها ومرها وحمايتها إلى الأبد من مجاهل النسيان؟ هذا ما قام به لحم بهميمة بانضباط الجندي، مقتحما ساحات الفن والرياضة والأحداث، سلاحه آلة التصوير. طيلة عقود كان عميد المصورين ركنا من الصحافة التونسية، تصفح ما شئت من الجرائد تجد أثاره في كل صفحة. مشعل لحم بهميمة سيظل متوقدا، بما أنه نشر عدوى غرام الصورة إلى كل عائلة هميمة، ولإخوته بصمات متواصلة في فن التصوير. ذكرى لحم بهميمة خالدة في وجدان التونسيين، خلود ثمرة عدسته من صور الحياة وصور الأجيال والأحداث التي أمنها إلى الأبد بأضوائها وظلالها.